حبيبتي روبي. طبعا حبيبتي حبيبتي جدا جدا جدا. بتتكلموا مع بعض دلوقتي؟ لا مؤخرا لا، بس بنتكلم كتير. روبي صديقة عزيزة جدا وانا بحبها جدا وبحب شغلها، واحنا ما نعرفها من ايام قبل ما كانت عاملة فيلم يوسف شاهين، احنا صغيرين جدا، كنت انا عامل اسرار البنات وهي عامله فيلم يوسف شاهين، وكنا اصحاب جدا وبحبها جدا جدا. كنتوا بعلاقه شريف؟ صراحه زمان، يمكن زمان زمان كمان يمكن زمان. لا مش قصدي، لا اصل انا ما بحبش اتكلم لا يعني انا بسالك عن حاجه معروفه، حاجه لا لو معروفه خلاص انا مش هقدر، مش هقدر يعني انكر عشان ما يبانش ان دي حاجه غلط، انما يعني انا دايما لما اقول مثلا انت كنت بعلاقه ببنت، انا ما بحبش اقول ان انا كنت علاقه باي بنت. لا بس هو الموضوع رايح انه انت كنت عاوز تتجوزها بس والدك رفض الموضوع. لا 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 ما حصلش الكلام ده. كنا صغيرين جدا، احنا كنا اطفال يعني، كنت انا بعمل اسرار البنات وعندي 18 سنه، وهي كانت عندها حاجه كده، كانت عامله فيلم يوسف شاهين اللي هو اسكت هنصور. وما لا لا بالعكس انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، ومن بنت من اجمل البنات ومن انظف البنات، ويعني قعدنا فتره صداقه كبيره جدا جدا جدا. بس انا قصدي انت بتقولي انت كنت علاقه، انا لا احب ما بحبش اقول ده، لكن لو قلتي معروفه ما احبش انكر ليبان ان انا ايه ده انت ليه بتنكر. لا انما احنا كانت بس كنتوا مرتبطين يعني شبه مرتبطين شبه يعني كنا صغيرين، عشان ما اقدرش اقول الكلمه دي لان احنا كنا اطفال، فما اقدرش اقول حتى في سن ده شريف ان في ارتباط. بلاش مثاليه اصل الارتباط ده يعني بلاش مثاليه بقى، ارتباط ده يعني عادي ايه يعني خطوبه او جواز او كده، ما كانش فيه ده. بس كان في علاقه بتاعه اتنين لسه بيبداوا، واخده بالك ما تطورتش على فكره يمكن، بس انا علاقتي بيها زي الفل. مراتك بتغير عليك؟ اكيد بتغير داخليا بس ما بتبينش ده خالص، ما بتقولش خالص. يعني جمود الدنيا يعني، مهما حصل جواها تبقى حاسه بده، بس تبين الوش اللي هو بقى ده جد جد. ممكن تتقبل بوجود صداقات بحياتك النسائيه؟ ما عندهاش المشكله دي؟ لا 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 تتقبل. انت اديتيني رقمه. لا 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 تتقبل جدا بيها. والله تتقبل جدا، ده اللي بتشجعني على ده. انت بتتقبل يكون عندها صداقات مع شباب؟ ما احبش قوي قوي يعني، ما احبها يعني ما احبش، بس لا عندها يعني ما اقدرش اقول لا، بس ما احبش يعني، عشان بقى انا صريح معاك يعني. ما فيش اي راجل يحب ان مراته تبقى يعني، ممكن يبقى في صداقات بس بحدود، مش صداقات مفتوحه. انا صداقات مفتوحه ما فيش مشكله. انت ليه بقى انت ليه مسمح لك؟ هي لا لا هي ما بقولش انا هي موافقه على ده، انا عندي تحفظات سنه كده. يا لهوي غير السنه يعني يعني ما احبش قوي. انت شرقي كده بطبعك يعني؟ يمكن ما احبش المصطلح ان يتقال عليه شرقي، ان الشرقي ساعات بيتقال ده شرقي بقى رجعي او بتاع او مش، لا انا يعني متفتح شويه، بس اي علاقه تبقى موجوده باحترام. علاقات المحترمه فوق دماغي. اي حاجه في تعدت حدودها هتضايق اكيد منها، زي اي حد في الدنيا يعني. بس عندك حاجة تانية؟ في صور تانية هنطلعها؟ لا 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 غير الصور. كده خلاص؟ لا أنا بقول أتاري ليه مش عاوزها تمثل؟ ليه؟ لا مش تاني؟ ده أنا وضحت لك. أنا فهمت مش عايزة، هي اللي مش عايزة، وين مش عايزة؟ على فكرة هي موقفة. على فكرة لو بعد فترة قصيرة كبروا الأولاد وارتحتوا شوي، دخلوا الجامعة اتجوزوا بتاع، نفوق بقى نفوق يعني، عاوزهم لغاية ما يتجوزوا تشتغل. مش أنا اللي عايزهم، هي اللي عايزة، هي مبسوطة بكده. وأنا والله ما بهزر، أنا مبسوط. عندك مشكلة بأي دور تاخده مراتك؟ هي حرة بقى، ما هي أكيد هي كل واحد ليه معاييره الخاصة، بس أنا بشوف في النقطة دي تحديدا إن الفن ما ينفعش يكون فيه النوع ده من الحدود. يعني الفن هو فن، كل شخص عنده رقابة ذاتية على نفسه، من حقه يكون عنده رقابة ذاتية على نفسه، بس مش من حقه يفرض ويملي شروطه بس في على بس السينما. بس احنا بنسمع دلوقتي بالوسط الفني الراجل اتدخل وقال لا انا مراتي ما تمثلش كده، مرتي ما تتحضنش، مرتي ما تتباس يعني. انا ضد ده، لان انا شايف ان الشخص اللي هو مش عايز حاجات معينة ما ينفعش ياخد من المهنة، ما ينفعش ينقي من المهنة. يعني ما ينفعش انا اقول انا هبقى دكتور بس يعني هبقى دكتور سنان، بس لا مش هعمل حشو دروس، انا بس هعمل مش عارف تنظيف يعني، ما ينفعش يعني. المهنه هتاخدها كباكج وانت عندك معاييرك، لان في النهايه اي حاجه تقدم واي مشهد يقدم ليه طريقه تناول. وطريقه التناول هي اللي زمان وعلى مدار السينما كان عندنا نجمات كبار جدا بيعملوا مشاهد بيقال اللي هي بالمنطق الساخنه والمش عارف ايه، بس ما كانتش نهائي ولا خدش لا الحياء ولا حاجه، لا خدش حياء ولا خدش، بالعكس كان فن راقي جدا، وكنا بنشوف ان نجمات الاغراء في ذاك الوقت يحترموا ويتشالوا على الدماغ. فدلوقتي اصبح في عندنا حاجات مغلوطه وافكار مغلوطه عند بعض الناس
اتمنى انها نعديها عشان مش ما كانش موجود الفكر المضطرب اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. يعني ما في الافكار المغلوطه. وانا شايف ان الجيل بتاعنا اللي مش بتاعنا بقى اللي جاي. بعدينا اعتقد هو واللي بعده يمكن الدنيا ربنا يستر. هترجع تاني زي شخصيه تاليه. في تاني شخصيات ما احنا خلصنا لا منها. لا انت حسيت انه خلصنا. هند حبيبتي صبري. حبيبتي صديقه عزيزه جدا جدا ومن كده يعني من 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 والله من اهم الشخصيات اللي في حياتي. عملنا مع بعض فيلم حاله حب كان يمكن بدايه برضو مجياها او يعني اشتغل في مصر ومن ساعتها واحنا اصدقاء لغايه امبارح. يعني كنتوا في حاله حب برضو؟ لا 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 كنا في فيلم حاله حب بس ما كنتوش في حاله حب. لا 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 ما كناش. لا ما كناش في حاله حب. اصدقاء جدا جدا أصدقاء. جدا وهند من الشخصيات اللي انا بحبها فعلا يعني. طيب الصوره الاخيره نفسي تلاقي حد كده بقى عايز اعمل دي. لا انت مثالي حبيبي ده حبيب ده. لا لا تامر برضو من اول افلامه في حاله حب برضو كان اول فيلم ليه واحنا من اصدقاء من يمكن قبل فيلم حاله حب. ومن الشخصيات اللي انا بحترم نجاحها جدا واصرارها جدا وانا حضرت وعصرت وشفت تامر اشتغل ازاي وعلى نفسه وبقى نجم من اهم نجوم الوطن العربي ومن اكثر الفنانين تواضعا على جداً فكره جدا وانا شخصيا بحبه قوي لتامر. بحب شغله غناء وتمثيلا طبعاً ونفسيته برضه. تامر يعني انا شايف ان بعد فتره قصه نجاحه دي وقصه صعوده وازاي اشتغل على نفسه لازم يعني تتقال وتدرس وتتشاف ان هو تعالوا نبص للنجم ده من ساعه ما بدا ايه الصعوبات ازاي اشتغل على نفسه وازاي بقى تحول من ده بكل ما هو يعني عمله ومر بيه. تمام من الشخصيات الجميله. ناخد وقفه يلا تانية. ناخد وقفه عندك حد تاني خلاص كده. لا خلاص حقدك على سبع سما بعد الفاصل. حلو قوي.